الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. غير بنصحح لك واحد كلمه قلتي ان الخلفيه ما خلاش الدعم. لا الخلفيه خدا الدعم. خديته باسم الفرقه ديالي فرقه الفنانين المتحدين خديت الدعم مزيان. انا الان غادي نهضر على الدعم بالنسبه للممثلين لا بالنسبه للموسيقيين لان الموسيقيين ماشي شغلي. لكم دينكم ولي دين ماشي يمكنش نهضر على الموسيقيين نهضر على الممثلين. الممثلين هما طبقات صحوا الان فيهم جوج ديال الطبقات. الطبقه الاولى مهمشه والطبقه الثانيه خدامه. اش من مسلسلات اش من تيليفيلم كنشوفهم على التلفزيون كلها كتلعب نفس المسلسلات كتلعب. لكن الناس الاولين جالسين نعطيك منه مثلا عبد اللطيف هلال مصطفى الزعري صلاح الدين بن موسى مرتضى عبد القادر عبد الرؤوف وزيد محمد مساح عبد الله قلت انا حنا جالسين هادو رواد قلت انا هادو رواد هادو اللولي ما كنشوف واحد فيهم في مسلسل من هاد المسلسلات اللي كيكونوا زعما ما كاين باس ما كاين باس. هو كيقول لك كيضرقوا بواحد القضيه ان كيعاونوا يشجعوا الشباب الشباب هاد الشباب اللي بغينا نشجعوه خصنا نزودوه بثقافه شي حاجه اللي يمشي يقرا يقرا التمثيل يمشي لشي فرقه الهواه ماشي غير يجي السلام عليكم انا ممثل وهايلي لا يعقل لا يعقل. ما كيقول لك حنا ما قريناش شي واحد اللي يقرا في المعهد كيقول لك هاد الرواد الاولين ما قراش في المعهد ماشي ممثلين. كنت كنشوف البارح كنشوف واحد والكيره ديالنا على زكي رستم ممثل مصري قدو قداش عمرو ما دخل الكونسرفاتوار عمرو ما دار تمثيل لكن من اعظم الممثلين في مصر زكي رستم. قضيه ماشي قضيه كيخص الاحتكاك والتجربه دائما دوم الممارسه في التمثيل ومعامل مع ممثلين تقف مع ممثلين ماشي مع مبتدئين لان المبتدئ يغرقك. انا ما يمكنليش دابا نمثل مع هذا الجيل اللي هو كاين دابا لا عقل لان غير ماشي كنسمع زمن ولا كنحتقر ولا لا. هو هاد الشباب مظلوم اللي غويتو عليه هما اللي ظالمين. قبل ما يغويتو عليه يسولوه فين كنتي كدير التمثيل فين مارستي التمثيل في المعهد في هاد الوقت لا ما عمرك درتي التمثيل ايه لا ما تخدموش تخدموا والله عمر ما دار التمثيل وتخدموا وديروا مسلسل كتقتل الفرجه ديال المتفرج. كان المتفرج كيشمئز من 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 من, من المسلسل من الممثلين اللي قدامه. كتلاقى مع شي واحد كيقول لي اش هذاك التمثيل اخويا اش هذاك ماشي ممثلين كنقولوا هذوك مظلومين ماشي ممثلين ولكن مظلومين ما عليهم والو. شكون اللي جابهم بحال باغي غير كيف كنقولوا كلمه كتقال باغي غير يحرط عليهم ويجيب واحد من الرواد خصو يعطيه واحد قدا مبلغ عالي شويه يعني على قد المقام ديالو ولكن يجيب واحد لا عمرو دار تمثيل كيعطي من ابخس الاثمان كيخلصهم. الدعم كيقول لك هو رزق جاب الله شيء من لا شيء. يعني الانسان جاك واحد رزيق احمد الله وشكره سواء كان كثير او قليل كيف ما كان انا رضيت. يعني اش غتقول؟ غتقول لي رجعوا ممثلين معروف عندهم ثمن ولكن قال لك كيقول واحد المثال خدم فرانك وتحاسب مع اللي جالس خدم باش ما كان ما نبقاش جالس. اما نبقى نهضر يجيك واحد زيق وتهضر اش بغيتي يرجعوك اللي يستحقوا ما خداوش. لا انا كنقول
الغلط ماشي ديال ديالو ديال الغلط لا هو ديال الوزير ولا ديال الغلط ديال لجنة التحكيم. لأن كل محل لا في التلفزيون ولا في السينما ولا في كاينه لجان لجان هما اللي كتحكم. هذيك اللجنة خاصها تبحث هي اللي تنقب تعرف شكون هو عنده شكون اللي ما عندوش. خاصها تقدر هذاك الفنان هذاك الممثل تقدره وتبحث. تمشي مثلا بحال دابا هذا اللي كيقول ما عطاونيش كيفاش كتعيشوا ملي ما عطاوكش كيفاش كتعيش؟ لأن كتعطى على قدر العيش ديالك. كاين اللي كيعيش بعشرة دراهم وكاين اللي كيعيش غير خمسة دراهم. فإذا الممثلين ماشي بحال بحال من جعل الناس سوا ليس لهم في دواء. الناس ماشي بحال بحال الممثلين ماشي كلهم عايشين فراغي عايشين كلهم بحبوحة ديال لا كاين مشاكل اللي تعود على ديك المعيشة ديالو بسيطة. كاين التعاضدية ديال الممثلين لكن التعاضد ديال الممثلين اللي كتعاونهم كتعاون الممثلين كيخرجوا فيها. بالنسبه للممثلين في الدار البيضاء ولا قلال ما بقاوش ممثلين. لاحظي ان اي مسلسل دابا كيدوز ما كتلقاش فيه ممثل بيضاوي ولا جوج كلهم معفنين كي مراكش من الرباط وكذا ما بقاوش ممثلين ديال الدار البيضاء ما فهمتش. وحتى لا كانوا كيكونوا غير الممثلات شي ممثلات كيكونوا صافي. الانسان ام احسن في هذه الظروف اللي حنا كنعيشوا فيها الان ديال هذا الوباء ديال كورونا ويجي واحد الدعم ويتعطى لواحد الانسان كيف ما كان الدعم سواء كان كثير او قليل يفكر على ان ناس كانوا كياخذوا غير 1000 درهم كيتعطيهم 1000 درهم كيعيشوا فيها ناس تعطاتهم هذوك مالين السميك ولا شنو اسمو هذاك اللي عندهم هذاك عندهم ذاك الرميد ولا اسمو كياخذوا 1000 درهم 1200 درهم ولكن كيعيش بها. راه كيقدر يعيش بديك 1000 درهم إذا بغى يعيش بها يعيش بها كيف هو كي اللي تكون عنده 100000 وما كيعرفش يعيش. هي صعيبه على الكل ماشي على واحد. هي صعيبة علينا كلنا ماشي غير على واحد. سعرت العلاج ديالها وشنو هو الصبر. دابا ما بقيناش نعطيوها علاش لان خلاص وقف الفن وقف الموسيقيين ما بقاوش كيخدموا الممثلين ما بقاوش كيخدموا كيخدموا المسلسلات بوجوه جديده اذا كلشي وقف. بالنسبه لي انا حتى ممثل تلقى انا الزعري ولا هلال ولا صلاح الدين ولا مقطع ولا ما كيخدموش الان ايوه ولكن عايشين احنا عايشين. انا كنقول انا لحد الان كنتهضر واحد المسلسل كالفو الخياري محمد الخياري كنتصل بيا قلت له ودي راه هاد الساعه انا باقي ما كنقدرش نوقف على رجلي عندي شويه ديال الروماتيزم ثاني في ركبي. قال لي غادي الف واحد المسلسل فيه انا كنمشي على شيز الكرسي المتحرك يعني واحد لاسيان كونفاتا كري كان بكري انا وذاك مراد عشوفي قال لي راه غادي نوجهو الردان انا كنتنطر يعني بما ان القليه فين نمشي الكرسي المتحرك اذا عليا الا نمثل وانا جالس والناس كيبغيو غير يشوفوك غير تمثل غير تقول اكيد انت الشخصيه كيعرفوها شخصيتك معروفه على مطعم اللي كيمثل راه معروف على هيلا راه معروف كل واحد معروف شخصيته التمثيل ديالو. انا الحمد لله ممثلين قدام نقدر نقول انا قضيت 53 عام ديال التمثيل بارك الله الحمد لله هذا الله اسمع عند الله عند حب عند الله تبارك وتعالى. إن مع القدام مشاو اللي ماشوا كلهم مع الجداد عمري ما مثلت لأنه لا عقل أن يجيبوا لي واحد ما عمره دار تمثيل ويجي يوقف قدامي يبغي يمثل قدامي ما نقدرش. اللي كنشوف فيه كنشوف قلب عينيه كنلقى ما كاينش ديك
داك التمثيل ما كاينش داك ما كاينش داك الشعاع الشعاع ديال التمثيل. اقرا يدرس التمثيل في المعهد يشوف فرقة الهوات يتحك شوية في فرقة الهوات اي ولكن يجي غير هكذا وعمره غير التمثيل كي غادي ندير تنعاونو كي غادي ندير تنعاونو وهو عمره ما دار التمثيل غنقلق قليه وعاد زيد المخرج ثاني تا هو مخرج مساكين كيخرج العقل بعض المخرجين كيخرجوا العقل ماش مخرجين كيشوف الممثل ممثل قدامك كيخربق ويخليه كيقول تبارك الله عليك مزيان اش مزيان مزيان هادشي اللي كنتفرج فيه انا ما مزيان حتى حاجه ما مزيانه فيه حتى حاجه ما مزيانه فيه خاص اللجنه ديال التحكيم هذوك هو كلشي هو كلشي رجعوا بينا اللجنه ديال الدعم اللجنه هي المسؤوله براسها ما اتجهش لاي واحد اتجه للجنه هي اللي عطات لهذا وعطات لهذا قررت لهذا وقررت لهذا ماشي الوزير اللجنه اللي كتقرر اي ماشي العريشي في التلفزيون ماشي لا ديال السينما اللجنه كتجيب مسلسل كتعطاه ولا فيلم ولا الدعم كتعطاه للجنه الحمد لله موفره الحاله المدنيه انا عندي الحمد لله شوف نقول لك واحد القضيه الممثل في المغرب وخصوصا الرواد احنا القدام كيخصو ديما يدير في بالو يعيش بحال النمل يخزن يوفر الظروف الجايات اللي جايين راه ماشي كل بغي عيطوا عليك تمثل راه كيقدر يهمشوك اربع شهور خمس شهور ما كدير والو اذا اش خصك دير خصك توفر الممثل داكشي الممثل داكشي هو وشكلو في خسران الفلوس كاين الله اللي يعفو عليهم كيخسروا ماديا كل ليله كل ليله ايوا ملي كتمعطر كتبدر المبدرين كانوا اخوان الشياطين لما كتبدر الفلوس كل ليله فهادي وفهادي 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 خسر واحد القدر ديال هذا من بعد كيتقادوا لك بالزنكي لا ما مهلينش فينا ما دياش فينا ديها في راسك تهلا في راسك هو الاول اخر مسلسل درته داكشي اللي خزيت فيه خزنتو الحمد لله درت كيف كيقولوا واحد المثال دير على دوير الزمان الانسان يدير على دوير الزمان شنو قلت لك بحال النمل معلوم معلوم شنو نبدا نكذب على راسي نبدا نبكي نبدا نقول انا ما عنديش انا هذا لا لان الفنان دائما له كرامته الفنان عنده قيمه عنده كرامه خص الجمهور اليوم يشوف فيه معزز وكرام يقول هذا الممثل اللي كنبغي عمر الممثل في انت خصو يبكي فوق الخشبه ولا في الفيلم يبكي اما في حياته العاديه مش غادي يبكي مش غادي يبكي الممثل خصو ديما يكون ضاحك ضاحك باش يتهلا في صحته ضاحك باش يضحك ماشي بحال شي واحدين كيضحكوا كيهجروا عليهم مع الاسف كنا ضحكنا كنا كنضحكوا في الاخر بدا كيهجروا فينا بدا كيهمشونا كاين بس انا قلت لهم قول سيروا قولوا للمسؤولين شنو اي واحد نهار شي واحد كلمه قال لي اشنو الخلفي كيفاش كتعيش هذا سير قول للمسؤولين راه الخلفي ما كيموش بالجوال والمغاربه كلهم كيموتوش بالجوال لما توصل لهاد 53 عام ديال التمثيل توصل لهاد هذا بالعكس كيخصهم يستقبلوك استقبلوك بحفاوه واه يستقبلوك استقبال خاص بك يعني يليق بك يليق بالمقام ديالك خصهم يستقبلوك هاد الناس معزز ومكرم واه يكفيك على ان اول مسلسل في التلفزيون عبد ربي يداروا التضحيه كان مباشر ما كانش فيه التصوير اول مسلسل درت 12 مسلسل في التلفزيون يلا بدو 65 اول مسلسل عبد بشهاده الناس كلهم المباشر كلشي غير مباشر ما كانش التصوير ايه اش قدمت للتلفزيون من سكيتشات من مسرحيات من تيليفيلم من مسلسلات وفي الاخير والو لا حياه لمن تنادي لما تقول لهم انا درت
ولكن هما كحتار كعترفوا بك كعترفوا بك. قال غالب الله نرجعوا للجنة قد ما اعترف بك هذا، ولكن كيقول لك الجنة هي اللي كديرك. ولذا كنقول لا الموسيقيين ولا الممثلين ف ينظرونا خصهم ينظروا للجنة يعرفوا باللي لجنة التحكيم كاين بعض اللجان اللي كتكون هذا كيحكم كيقول كيحكم بشكل والاخر كيقول لا لا هذاك هذاك ممكن ما يتساهلش هذا القدر ولا كيكره كاع ما كيبغيكش كاع كيدي حرز كيبداو مصالح شخصيه وحرض المؤمنين على القتال كيدي حرز اللجنه كان يحرز اللجنه لا 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 ما يستاهلش هذاك 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 القدر هذاك عطيه غير هذا هذاك عندها يا سيدي عندها عطاها الله وانت مالك. انا من جملتي من جمله الفنانين الدعم ديالها تستحق الدعم يعني خرج لي الدعم على حسب كندير الاعمال اللي كندير يكون عندي ولا ما عنديش ماشي شغلك ماشي شغل حد واه على هذاك الشيء اللي عندي ما كيتقاداش راه كيتقادا واه حال ديال ديك الزك ديال 1000 درهم 1200 درهم اللي كنتعطى للناس اللي كانت كان ملي كان الحجر الناس جالسين من 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 الشركات ومن هذا كانوا كيعطوهم. على كل حال عندي الان الصديق اللي عندي كذا الان هو مخرج مشى التقاعد وخرج لي 8 المسلسلات مخرج هو اسمه الحاج احمد حيدر معروف عندي من الممثلين اللي هما اصدقاء ديالي كاين واحد كاين هلال كاين عبد الله عزيز ولكن مع انني سقت لي خبر انه مريض مسكين انا مريض مسكين الله يشافيه شنو نقول لك عبد الله عزيز انا سقت لي خبر غير البارح كانت عندي فاطمه خير وسعد سولي رجلها وباه كان عندي البارح جاو طلعوا عليا البارح وهما قالوا لي راه بلي سعد الله مريض جاني عجب سعد الله كان عزيز عليا لان كنعرفو ضحك ديما غير كيضحك ديما ناشط وديما كذا ما لا هو ولا خديجه اساس كانوا ظريفين كانوا ناس مزيانين وناس ظريفين والله شنو نقول لك الله يشافيه ما يستاهلش سعد الله العزيز وممثل خديجة هي ممثلة الحمد لله انا قلت لك العمل اللي كيوجد فيه زعما خياري هو هذا العمل اللي قلت لي القلية ماشي يجري القلية يمثل فوق الكرسي ها هو غادي يجي غادي يمثل على انه عنده دور كان في اسيان كومباتا في الحرب ولا كذا بقاش كي رجليه مقطوعين ديال البوليس اللي كان هذا البوليس كوميسير ديال لالا فاطمة عظيم لالا فاطمة عظيم هذاك المسلسل كان عظيم يعني كان الحمد لله وهو شوف وهو على جمعهم إذا يشاء القدير وهو على جمعهم ولكن تويجين إلا كان تويجين أدير كديري فيه المليحة ديالو واحدة أما توازن بزاف ما كتعرفيش واش هذا بسوس ولا هذا حلو هذا نقص من الحولة هذا أما تهجم واحد كتعرفي القدر ديالو كتقابلو بلا ما نقول واحد الكلمة هما راه عارفين اشنو انا كنبغي ليهم واش كنضمن ليهم المحبه والتقدير وعزه النفس مغاربه ماشي غير الجمهور ديال اللي كيبغيني ولا عامه المغرب المغاربه كلهم يا سلام عليهم المغاربه الله يعزهم يعني المغاربه كلهم بخير وعلى خير حنا الحمد لله دائما المكب اللي داروا عندنا هو سيدنا الله يرضي الله ينصره هو المكب هو اللي غادي بينا في السفينة الحمد لله بسم الله مرساها ومجرها الله ينصر الله يشافي ضروري وإلا نرجع بقلته شوفي شيء من لا شيء هكي يقول لك شيء من لا شيء وقلت لك كيف قلت لك خدم فرانك وتحاسب مع اللي جالس واش بغيتي نرجعوا نبقى جالس اللهم نخدم باش ما كان أنا واحد قال لي يا أساس عندنا هنا اساس قال لي خلفي عطوني غير 160 الف فرنك في الشهر
قلت له وملي ما غتاخذ 68 اش غادي دير؟ غادي تلقى الفلوس؟ قال لي لا ما تلقى والو غنبقى جالس. نقول له خدم 160، خدم بهذيك 160 وقول الحمد لله، وقول الحمد لله وسير على هذيك 160 تمشي عليها. إذا غتاكل كل نهار لحم لا، ثلاث أيام ديال اللحم كل مرة جديد وزع داك الشيء ديك 160 قصتها مزيان، قصتها مزيان توقف عليها فكرها كل شيء ما تبدلش ما تزيدش ما حلويات منقص